سواد داعش لن يطول على خريطة الحويجة، والقوات الأمنية تواصل التقدم لتحرير ما تبقى من هذا القضاء من سيطرة عصابات داعش الإرهابية، فضلا عن البحث عن الخلايا النائمة. الآن أكثر من 40 قرية تمت السيطرة عليها من الصبح لحد الوقت هذا، والآن قطعاتنا دخلت في ناحية الرشاد، وإن شاء الله العملية مستمرة لحد الوقت هذا. بدأت العملية بالصفحة الثانية على المحور الجنوبي بثلاثة محاور، وكل محور صار باتجاهين. تم السيطرة على ناحية الرشاد، وتم السيطرة على مطار الضباع شقة الرياض، وتم تحرير أكثر من 40 قرية. تم العثور أو وجود مدنيين ضمنها بعض هذه القرى وليس جميعها. هناك تنسيق مع لجنة إغاثة النازحين لغرض إخلاء المدنيين بعد إجراء عملية التدقيق الأمني وتقديم كل المساعدات الضرورية لهم إن شاء الله. هذا وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي من العاصمة الفرنسية باريس عن تحرير مدينة الحويجة من قبضة تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدا أنه لم يبقى وجود للتنظيم إلا الشريط الحدودي مع سوريا. ووزارة الداخلية ومن جانبها أعلنت عن تحرير 95 قرية ضمن قضاء الحويجة التابع لمحافظة كركوك، والتي تشهد عمليات واسعة لتحريرها. يعني المساحة اللي كانت ضمن الشرطة الاتحادية هي 600 كيلو متر مربع. القرى اللي تم تحريرها أيضا نتكلم على قاطع الاتحادية 95 قرية وهدف قتل العشرات من الدواعش، وأيضا العشرات تدمير 80 عجلة مفخخة وآلية مسلحة، وأيضا تقديم المساعدة لأكثر من 400 عائلة هناك، مع أيضا الأخذ بنظر الاعتبار أنه البنى التحتية بالمجمل كان محافظ عليها سواء المال العام أو المال الخاص، ونكرر تبريكاتنا لكل العراقيين بهذا الانتصار. وأعلن قائد عمليات تحرير الحويجة عن استعادة مركز قضاء الحويجة بالكامل من سيطرة تنظيم داعش، وقال يرى الله أن قطاعات الفرقة المدرعة التاسعة وقطاعات الشرطة الاتحادية والرد السريع وأنوية الحشد الشعبي حررت مركز قضاء الحويجة، وأن القوات ما زالت مستمرة بالتقدم. علي حميد، قناة رشيد الفضائية، بغداد.